يلقب بصلاح الجديد ويتمنى السير على خطى الملك أبو مكة، فضل مصر على إنجلترا، ويستطيع اللعب في مركزي صانع الألعاب والمهاجم. كريم أحمد نجم مصري آخر في طريقه لكتابة قصة نجاح رفقة الريدز. صلاح الجديد اسمه بالكامل هو كريم أحمد سامح، من مواليد المملكة المتحدة بالسابع عشر من فبراير عام 2007 لمصريين. هو أحد اللاعبين الناشئين المصريين الذين يحترفون كرة القدم في الخارج، بالتحديد مع نادي ليفربول الإنجليزي. بدأ كريم أحمد مسيرته مع الساحرة المستديرة في سن الرابعة من عمره، وذلك عن طريق أحد فرق الهواة في إنجلترا، إلى أن التحق بصفوف أكاديمية الريدز. برع كريم بقميص الريدز في أكاديمية ليفربول، وتدرج بين فرق الناشئين إلى أن انضم لفريق الريدز تحت سن 18 عاما، قبل أن يتم عامه 16. بعد أن تم تصعيد كريم مع فريق ليفربول للشباب تحت سن 18 عاما، استطاع أن يلعب دور البطولة بقميص الريدز لتعويض غياب اثنين من نجوم الفريق، وهما لويس كوماس هداف ليفربول تحت سن 18 عاما، وترينت كوني دوهورتي. يجيد كريم أحمد اللعب في مركزي صانع الألعاب والمهاجم، حيث أنه نجح في تسجيل العديد من الأهداف رفقة فريق الشباب بالنادي الإنجليزي، ويتميز برؤية كاملة للملعب ودقة التمرير لزملائه في الفريق، كما يطلق عليه زملائه في الفريق لقب صلاح الجديد، نظرا لكونه مصريا بالإضافة لقصة شعره، والذي أكده أن محمد صلاح هو قدوته، ويحلم بالسير على نفس طريق مواطنه نجم الريدز الملك المصري، كما تلقبه جماهير الليفر، والذي أصبح أحد أساطير الريدز والهدافين التاريخيين للنادي. يؤكد كريم أيضا أنه رفض الانضمام لأندية أخرى في إنجلترا مثل مانشستر سيتي وإيفرتون من أجل اللعب بقميص الريدز، لأنه يتناسب مع إمكانيته، كما يتمنى تصعيده للفريق الأول للليفر لاستكمال مسيرة محمد صلاح. وبأحدى حواراته أكد الشاب المصري أنه لا يعلم شيئا عن الكرة المصرية، لكنه يتمنى تمثيل الفراعنة في المستقبل. يمتلك اللاعب الشاب الجنسية المصرية والإنجليزية، نسبة لأنه ولد في إنجلترا، وبالرغم من إمكانية اللعب مع منتخب الأسود الثلاثة نظرا لامتلاكه الجنسية الإنجليزية بجانب المصرية، غير أن كريم أحمد سبق أن انضم لمعسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، والذي كان يقوده محمد وهبة في فبراير الماضي لخوض مباراتين وديتين أمام الإمارات، لكنه لم يخوض أي لقاء رسمي، كما يفضل اللاعب تمثيل بلده الأم مصر. موهبة مصرية رائعة تلفت انتباه كلوب في ليفربول. بهذا العنوان كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إعجاب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بقدرات وإمكانيات موهبة مصرية جديدة ضمن صفوف الريدز. وبحسب التقارير الصادرة، فإن كلوب معجب بما يقدمه كريم أحمد لاعب فريق الشباب في نادي ليفربول، ويريد متابعته بشكل جيد ومتابعة ما يقدمه خلال الفترة القادمة. كما أن كلوب قد يدرس قرار تصعيد كريم أحمد للتدريب مع الفريق الأول بالنادي الإنجليزي، تمهيدا لمنحه فرصة العمر. بالوقت الذي أبدى كلوب اهتمامه بالاعتماد على الشباب خلال الفترة القادمة، مع إصرار إدارة النادي على عدم الحصول على صفقات جديدة قبل استكمال عملية بيعه للمالكين الجدد. وأشارت التقارير إلى أن المصري كريم أحمد لفت انتباه الجميع في إنجلترا بعد الهدف الذي سجله في شباك بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، عندما شارك كريم لأول مرة مع الفريق بعد مشاركته كبديل في الشوط الأول أمام بورنموث، لينجح في تسجيل أول أهدافه مع ليفربول بعد التوقيع على الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 78 في مباراة بورنموث، من متابعة لركلة ركنية داخل منطقة الجزاء. يبدو أن الكرة الإنجليزية ستشهد تألق نجم مصري جديد بعد محمد صلاح في السنوات القادمة. برأيك، هل سنرى نجما مصريا جديدا يبدع على الملاعب الأوروبية؟ وهل سيكون لكريم نصيب من اسمه ولقبه صلاح الجديد؟